بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي زميلاتي، أسعد الله أوقاتكم. مرة أخرى ألتقي معكم ضمن برنامج اسأل النقيب للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات التي وردت لي ومرسلة من قبلكم من خلال الإيميل أو من خلال الفيسبوك. ولكثر الاستفسارات والأسئلة سأحاول إن شاء الله أن أجيب في هذه الحلقة عن 3 أسئلة، وهي موضوع نظام البناء المعدل، موضوع برامج التي تتعلق بالمهندسين حديثي التخرج لأنه كثر الحديث عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى تفسير لموضوع كيفية التواصل مع المهندسين بناء على طلب بعض المهندسين. إن شاء الله في الحلقات القادمة سأجيب على أسئلة أخرى وصلتني ومرسلة من قبلكم من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي، من خلال فيسبوك ومن خلال البريد الإلكتروني. السؤال الأول أو الاستفسار الأول تكرر من أكثر من زميل يسأل وما هو نظام البناء المعدل، والبعض يعتقد أن نظام البناء هو المعدل، هو نظام يتحدث عن البناء، جميع نظام البناء. نحن نتحدث هنا عن بنود في نظام البناء، وهي تلك المتعلقة في علاقة المهندس مع الموقع، موضوع التصميم، موضوع الإشراف، موضوع أذونات الصب، موضوع إذن الإشغال للمباني، وسيكون لاحق إن شاء الله للبنى التحتية. حول هذا الإطار هناك عمل منذ أشهر مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة لتعديل هذه المواد الموجودة بالنظام، بحيث يكون وجود نقابة المهندسين في جميع الفقرات ذات العلاقة، في جميع المواد ذات العلاقة، يكون موجودة ضمن النظام وليس ضمن بروتوكول موقع مع بلدية أو مع محافظة أو مع مجلس بلد. لذلك كان هناك عمل خلال الأشهر الماضية على أن يصبح التصميم والإشراف وأذونات الصب وإذن الإشغال إجباري بالنظام، وإن شاء الله بعد ما أن تم الانتهاء من المسودة الأولى في مجلس التنظيم الأعلى سيتم إقراره في بداية العام القادم. وبدورنا كنقابة للمهندسين، وحتى يتم تطبيق هذا النظام بشكل جيد، لأنه رح ينعكس على عدد الأمتار المربعة على مستوى فلسطين، سنعمل على ضبط الجودة في عملية التصميم من خلال تدقيق المخططات. سيكون هناك اهتمام أكثر وتدقيق أكبر على المخططات التي تصل إلى نقابة المهندسين، وهذا ما نسميه ضبط جودة التصميم. يعني نقابة المهندسين ستلتزم بمتطلبات الحد الأدنى، ستلتزم في متطلبات الكود. وفي الجانب الآخر موضوع الإشراف، سيكون هناك ضبط لجودة الإشراف من خلال ما سميناه نوع من الضابط الهندسية، بحيث يكون هناك وجود للمهندس المشرف حسب حجم المشاريع سواء كلي أو جزئي، وسيكون هناك قائمة للتحقق ما هي الواجبات على مهندس المشرف أن يقوم بها من بداية المشروع. وعندما أقول من بداية المشروع، من بداية الحفر واستلام المشروع، بحيث تكون المسؤولية الأساسية للإشراف من البداية وحتى النهاية، ويشمل ذلك متطلبات الإنشائية والمعمارية، المتطلبات البلديات، ومتطلبات الدفاع المدني والسلامة المهنية. إذن في هذه القفزة التي تعمل نقابة المهندسين على تحقيقها من خلال النظام الذي سيؤدي إلى ضبط للجودة، هذا سيؤدي إلى مصلحة للمواطن ومصلحة للمؤسسة ومصلحة المهندس، وبالتالي عدد الأمتار المربعة ستتأثر، ستزداد التي يتم العمل فيها كل عام، إضافة إلى أنه سعر المتر المربع الواحد في ظل تصميم، في ظل ضبط جودة التصميم وفي ظل ضبط جودة الإشراف، سيؤثر ذلك على سعر المتر المربع. لذلك نأمل أن يساهم هذا النظام وضبط جودة التصميم والإشراف في خلق فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة دخل المهندس الفلسطيني، وهذا حقه. السؤال الآخر والاستفسار الآخر ورد لي من أكثر من مهندس، ومن الواضح أن معظمهم من المهندسين حديث التخرج، ويستفسروا
ماذا قدمت وماذا ستعمل النقابة بالنسبة لهم. بطبيعة الحال نحن هذا الموضوع عرضناه في أحد الحلقات في أحد برامج أو تعاميم النقابة التي نسميها هل تعلم، لكن أريد هنا أن أذكر ثلاث أو أربع نقاط عملتها النقابة من أجل المهندسين حديثي التخرج. أولها أنه في هذا العام تم تخصيص 400 فرصة للتدريب والتشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر، وهذا البرنامج يعني لغاية الآن من 400 استوعب ما يزيد عن 300. وعندما أقول 400 فرصة يعني لا يوجد حتى وزارة أو مؤسسة تستطيع أن تحمل هذا العبء. ثانيا هناك الآن من نتيجة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ومؤسسة بيقدار، كل مشروع لهذه المؤسسات يجب أن يتوفر فيه مهندس إضافي حديث التخرج إضافة للكادر الهندسي من باب خلق فرص عمل. إضافة لذلك في الأسابيع القادمة إن شاء الله عدد آخر من الوزارات ستتبنى هذا النهج وهذا القرار، وللمساهمة في خلق فرص عمل وحتى يكون هناك للمهندسين حديث التخرج فرصة في الانخراط في سوق العمل. هناك دورات تم تخصيصها بشكل عام وإعطاء الأولوية للمهندسين حديث التخرج بخصم 75% من قيمة الدورة، يعني هو المهندس يدفع فقط 25%. رابعا هناك برامج لها علاقة بالتميز والإبداع والابتكار اللي تم تخصيصها بشكل رئيسي للمهندسين حديثي التخرج. لمزيد من المعلومات حول الموضوع وحول ما تقوم به النقابة بالنسبة للمهندسين حديث التخرج يرجى متابعة التعميم أو الإعلان اللي صدر ويتضمن تقريبا 8 نقاط. إضافة لذلك بالنسبة للمهندسين اللي يعني البرامج اللي ذكرتها بالنسبة لنظام البناء المعدل سيساهم في خلق فرص عمل، وهناك تواصل مع وزارة الاقتصاد لمعالجة بعض الأمور التي تتعلق في تشغيل مهندسين الميكاترونيكس والهندسة الصناعية وهندسة المواد والهندسة الكيماوية وغيرها. وأخيرا في هذه الحلقة أنتقل بكم إلى النقطة الأخيرة الثالثة والتي تتحدث عن التواصل مع المهندسين. البعض يعتب على النقابة إنه عملية التواصل وعملية الوصول للمهندسين ليست كما يجب. حقيقة نحن نتواصل مع المهندسين من خلال البريد الإلكتروني، من خلال موقع النقابة، من خلال الفيسبوك الخاص بالنقابة، ومن خلال تطبيق باسم النقابة موجود على الهواتف الذكية. ونعمل ضمن برامج كما تلاحظون أنه في عنا تقارير شهرية، في عنا تقارير ربعية كل 3 أشهر، وتقارير كل 6 أشهر، يعني إضافة للتقرير الشهري. وهناك أخبار يومية تقريبا يومية عما يحدث وعما يصدر عن النقابة وتعاميم. لذلك نحن نحاول بكل طاقتنا إنه المعلومة تصل إلى المهندسين من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي وغيرها، ونحن على استعداد إنه نسمع من الزملاء إذا كان هناك أفكار. وتم تشكيل لجنة للعلاقات العامة من خلال العاملين في النقابة الجهاز الإداري، ونعمل باستمرار على تطوير طرق التواصل مع المهندسين والمهندسات. واللي أعتقد العديد منكم شاهد أنه خلال الأشهر الأخيرة هناك تطور في عملية الوصول والتواصل مع زملائنا وزميلاتنا. في نهاية هذه الحلقة من برنامج اسأل النقيب أترككم برعاية الله وحفظه، وإن شاء الله في حلقات قادمة سأجيب على أسئلة أخرى وردت للنقابة من قبل العديد من الزملاء والزميلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.